حول مسجدات الأزمة السورية، ينضم إلينا من نيويورك المحلل السياسي أحمد فتحي. سيد أحمد فتحي، مرحبا بك معنا. مهلة خطة عنان تدنو من نهايتها والمعارك تتواصل بل تشتد في بعض المناطق، هل تعتقد أن فرصة نجاح الخطة برمتها تتضاءل أم أنك متفائل حتى الآن؟ نجاح الخطة عنان في حد ذاتها هي لو تم احترامها وتنفيذها على الأرض فسنتمكن من حدوث انفراجة في الأزمة السورية، ولكن بكل أسف نظام بشار الأسد يتمادى في إضاعة الوقت وإضاعة الفرص، وعلي فأنا لست متفائل أن تاريخ 10 إبريل سيتم احترامه من قبل النظام السوري وستتطور المسألة إلى أكثر مما نحن فيه اليوم. طيب، كيف تفسر قيام دمشق بتوجيه رسالتين إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة وأيضا رئيس مجلس الأمن وتأكيدها تصاعد الأعمال الإرهابية منذ قبول سوريا خطة عنان؟ أي أعمال إرهابية يتحدث نظام بشار الأسد؟ عندما تقوم قواته بمهاجمة المدنيين مستخدمة الدبابات والمدفعية الثقيلة، وإذا حصل رد باستخدام أسلحة خفيفة كبنادق أو كأسلحة قناصة، هل هنا قوة النيران متعادلة؟ بكل أسف لا. بالأمس أو أول أمس أعلن وزير الخارجية روسيا الاتحادية سيرجي لافروف أن حتى إذا حدث تسليح للمعارضين فإنهم لن يتمكنوا من مواجهة الجيش السوري، وهذا التحليل منطقي لأن يعني أنا لست بخبير استراتيجي، ولكن الخبراء الاستراتيجيين عندما يحللوا قوة طرفين فإنما أول ما يتطرق إلى ذهنهم هو تحليل قوة النيران لدى كل طرف، وهنا لا يوجد تعادل. قوة النيران لدى الثوار السوريين هي ضئيلة للغاية ولا تشتمل أكثر من أسلحة خفيفة وشخصية، هل بالتالي بينما الأسد يمتلك ترسانة أسلحة بالتالي هل سيتم كاملة. الأخذ بهاتين الرسالتين داخل أروقة الأمم المتحدة؟ هو اوريدي تم اتخاذ، يعني هم اخذوا بهذه الرسائل ان النظام السوري سيتعاون، ويعني اكررها ان النظام السوري هو من اقترح تاريخ 10 إبريل، ولكن بالامس خرجت سوزان رايس المندوبه الولايات المتحده المندوبه الدائمه للولايات المتحده في الامم المتحده ورئيس مجلس الامن لشهر ابريل، وقالت أنه يوجد معايير أخرى يتم التباحث حولها في أروقة مجلس الأمن إذا لم يلتزم الأسد بتاريخ 10 إبريل. هل لديك ترجيحات عما هي هذه المعايير التي تحدثت عنها سوزان رايس؟ لا يوجد معلومات مؤكدة، ولكن يوجد توقعات أنها قد تشتمل على إقامة منطقة بدون طيران نو فلاي زون بالقرب من الحدود التركية لاستيعاب اللاجئين. اللاجئين ستصبح مشكلة أكثر تعقيدا بمرور الوقت، وتوقعات أخرى ترى أنه سيتم توقيع عقوبات من على شاكلة قطع الاتصالات الدولية عن سوريا، على شاكلة توقف التعاملات البنكية تماما مع العالم الخارجي، وعليه ستمثل إضافة للضغوط الاقتصادية والعقوبات المفروضة على النظام السوري. وأنا لا أتوقع أن إذا حدثت مندوب سوريا في الأمم المتحدة مندوب سوريا في الأمم المتحدة قال إن قوات حفظ النظام لن يتم سحبها من المدن، هكذا صرح البارحة الجعفري. ألا ترى أن هذه النقطة بالتحديد سيد أحمد قد تؤدي إلى انهيار أي هدنة يمكن الوصول إليها؟ مندوب سوريا في الأمم المتحدة السفير الجعفاري قال أن قوات إنفاذ القانون Law Enforcement Forces، وهي يعني بها الشرطة المدنية وقوات الأمن الموجودة، والحديث في أروقة مجلس الأمن يدور حول سحب المعدات العسكرية الثقيلة من التجمعات المدنية، فهناك اختلاف في الرؤيتين.
طيب ضمن هذا الاختلاف، هل ترى بأن سيتم الذهاب إلى سحب فقط الآليات العسكرية، وبناء عليه ستقول دمشق بأننا طبقنا ما علينا من خطة عنان، أم أنها مطالبة فعليا بسحب أيضا جميع المظاهر المسلحة بما فيها قوات حفظ النظام لتحل محلها مراقبين بصفة غير عسكرية؟ بالنسبة يعني هأجيب سؤالك بالجزء الأخير، المراقبين حفظ السلام يجب أن يكون لهم خلفية عسكرية، لا يوجد في القطاع المدني هذه الخبرات. يوجد نقاش في الأمم المتحدة هل سيسمح لهؤلاء المراقبين لاتفاق السلام أن يحملوا أسلحة ولو حتى للحماية الشخصية؟ يوجد رفض من جانب النظام السوري، فهم سيكونوا مراقبين لحفظ السلام بدون أي أسلحة، وبالتالي فإن على الحكومة السورية أن تتولى حمايتهم. أنا أشك أن الموضوع سيتطور. بالنسبة لقوات حفظ النظام، ما هو المقصود بقوات حفظ النظام؟ يعني احنا نتحدث عن قوات انفاذ القانون، لو انفورسمنت. حفظ النظام قد تشمل اجهزه المخابرات، قد تشمل العمليات الخاصه، يعني هي كلمه مطاطه وستكون اشكاليه عندما يتم التفاوض حول التفاصيل. نشكرك من نيويورك المحلل السياسي احمد فتحي على المشاركه معنا. شكرا استاذه سلمى.